يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أسجيث مثلا تزرى مرة تظليت الصلاة عماد الدين فيجدي ثم قران تن الدين النغ تظليت فسروت سن تظليت ذو الوضوء. لذلك ربي سبحانه يفزد الآية قيثم زورت الآية الستة يفكد النداء المؤمنين المؤمنين مثل فغام مثل كرمة ظلم إلاق أزيز يمي من نون ولكن ثزدي قفل ثزدي البدن ثارذا إلاق ثارذا بول الطهارة المعنوية مقدمة على الطهارة الحسية أم ذان ذكر الظليث سنية يصفان سل إيمان سل اعتقاد بلي تظليث ذو الفرض فرض عين فسروت تظليث ذو الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم زرنا ذي الفقه لما قرنا فرائض الوضوء سنن الوضوء لانت الفرائض سيقاد يسن دي القرآن الكريم انت في السلسة لانت السنن مثلا لكن يون باش تسير ضدك مشيك ثلاثة كال ثلاثة فردان ثاكي ماشي ذو الفرض السنة انزرني ثلاثة كال كيف كيف السنة ماشي ذو الفرض وذميش نغاقا ذو ميش ذو الفرض. هاتها الآية مسح الرأس مثل مسح ذاك اني اقروك فينا ذو الفرض. الو ذاك ذي الآية بس سيدي ربي هضرد ازورد في غسل الوجه ولكن زمرة دينيون يا اخي قبلت السير ذو ذميك زوار انت يفاسنيك ثلاثة ثيكال ام بعد ايميك نغاق موشيك باش ادياس من بعد ادياس وذم ولكن ثل الحكمة ذي شو ذي الحكمة السنن مقدمة على الفرائض أي غار خاطر أمن الوضوء وقبل لست وضعت وضع الفرض زورنت السنن ذي المقدمات أمنني الوضوء كلمة الوضوء في اللغة معناها الماء الصالح للوضوء. العبد باش هذه السير ذي لقى لي السير ذا سوى من زدين أمن زدين سعى الشروط إلى قدر من ثمان زديث وسينار لاكولور وسينار الذوق طعم وسينار الريحة سريح نارا باش هذيلين صلحن إلى الوضوء. سي بو سا ربي الزوار السنن قبل الأركان السنن قبل الفرائض. فلو كان باش نتوضي تزرم ياك مرة ثم زوالو الذنية قد شرحها قبل الوضوء وبعدين هذا ولغ تفسير الآيات ذا ينتظرها مياه وقد جمع غير السنن بالفرائض لي زيتاب المراحل ماشي لان الترتيب لي بريوريتي ثم زوالو الذنية تصعود النية الوضوء مدخل مض النية والنية محلها القلب ولا قرد فاسكي ما سين نويت الوضوء ماشي انا مثلا نوي غير الوضوء اثن تقوليك تزدغوليك من بعد دين بسم الله من بعد تسير ضفاسنيك ثلاثة ثكال يفسن ثلاثة ثكال تتخل بين الأصابع أكا أم بعد يعني يريد وضان أم بعد ذا المضمضة المضمضة يعني ذا ما تخدمض قيميك المضمضة ثلاثة ثكال ما إلا ذي رمضان حذرات غلطات تخدمض كيف شاك صبن شوية بس يونو رزارة باللي يما نتصبن أرى ذا نفذو اسمي تزوم نقول نفذو إني أس والله أس بوسان يوعر بزاف لو كان ماشي 300 قواني نطهر العصر ثروي في الليل انسى سبل عند شويه شويه تمك خدمك هذه تمضمض يعني تقيميك شمن وامان يحسب لك شمن شويه الا قالك شمن شويه يعني سيريوزمون لا 300 كان 300 قواني نطهر قبل العصر ثري ثروي الور ثلاثة المضمضة من بعد الاستنشاق والاستنثار يعني إذا إذا زارن ثلاثة ثكال ثورا ماشي من زوار ثلاثة ياكي بروميرمون أمان يصلح لي الوضوء ما كاد النيغ إلى قذيلين ثمان ماشي ذي الكازوز ماشي ذي غي ماشي ذي الجو وقال لك سوائل ولكن هناك السائل ونسعير لا كولور ونسعير الطعم
سكر ام جون غام الكازوز ونسعى على الريحه الوغ قبل تصوض الفرائض الفرض مزوال ذوذم ذوذم ذا قادو لانت المقدمات قال لك مد مضاء امان ثوالا سوالني وسعنا لا كولور سوالن ازمرا دين ذكيني ذكيض قال لي ولا انت لا كولور يسكو ذا مان غفي غير غير الكازوز نغشو اداس حاجه نظن المضمضه المضمضه مثلا سيمي ما الا غادي الكازوز استفاقض استفاقض هذا غادي سوقي ماشي ذمام وصي حنا غير اللوغو طيب اما الا ويسار الذوق ويسار الطعم بالك هذه اللي يسار الريحه الماء يفسدن ذمام يفسدن مثل بوصل زرني كتفاقض باللي هذا وصي حنا غير اللوغو ما الا تو فابيا ذمام جدي صفان وسين الريحه وسين يعني الهان صلحني الوضوء اتفض الفرد مزوالو ذو ذم وذم ثلاثة ثيكال وذميك ثلاثة كي ثلاثة ثيكال السنة يوثن تيكلت ذا الفرض زيادة ني السنة من بعد وذميك هادو غادي فاسنيك يفاسنيك على مادة المرافق ما سيد نشرح وكذا ذا الفرض من بعد يفاسن ذا قرو مسح الرأس من الشعر مسح الرأس من بعد ذي مزاغ ذي المسح من بعد أكرمكم الله إذارا ذا ذي الغسل إذارا أذر يفوس أذر زلمال من فوق أتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مثل مضاكا النبي صلى الله عليه وسلم يصفر حكينا ياك أو أن يتوضينك أسلد ربي ثمانية ثبوران الجنس المعنى يس أثن الخير ذا مقران يتراجو العبد يحافظ في الوضوء ينس هذا هو الأحاديث اللي يهضر في القيمة الوضوء في الفضل الوضوء باش اسم في كازال إيه مثلا يا ريدون حال بالكم من الغاشي ونتزلر والله غير تواغي تعيش ندير المحل هذا مقران جامي زدي جامي زدي العبد يتزلر دائما الا يصفى ولا ما يلاس الجنابه سي نورمال يقمس الجنابه مي هذه زيز ديما لي سابري رفع الحدث الاكبر نوم يقارن الطهاره ثم قران الطهاره الكبرى مي تفضي بالك 60 سنه جامي زدي الور الشرع النغ يوكل بزاف في الزدي في الصفا في الطهاره في صلاه ياسمين حديث ابي هريره ان ياس ارايتم لو ان نهارا ببال احدكم يغتسل منه يغتسل فيه كل يوم خمس مرات وين ريسعون سي في عدد ذات بورث السيري ذي مانيس خمسه في كالكواس هل يبقى من ضرانه شيء يعني هذه يغلى ذي مس نرى تقول له سخ ذي البدن سخاطي انا سخاطي إن ياس فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يفكد النبي صلى الله عليه وسلم ذي المثل إن ياس وين يزيز ديني ماس خمسة ثيكال سلوضو أم بعد أذي الظل سيدي ربي يثير الزدي أما سلو سخاق البدن ما يومس أن دا يومس وكذلك أسيزيز دي ربي الذنوبيس أسيمحو الذنوبيس الحديث وايض الحديث يقول مسلم حديث متفق عليه إن يوسف غيد البخاري ومسلم حديث وايض إناد النبي صلى الله عليه وسلم إناد حديث عثمان لا يتوضأ رجل ما لا يتوضأ برقاز نغتمطوا كيف كيف فيحسن وضوءه يعني الوضوء يسالي للنكمال هذه حافظ في الأرض راقد نحكى في الفرايض في السنن ثم يصلي الصلاة من بعد هذه الظل إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها يكو ذنوب لا يخدم يرزل السيض سيدي ربي أسنتي محو حديث البخاري ومسلم أيضا حديث وايض إن من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء قرنك سقبالي أسبغ الوضوء ذا شو المعنى أسبغ الوضوء المعنى يسأل توضي الوضوء نكمالا ينكمل أسبغ الوضوء معناه يس أكمله ينكمل الفرائض اللانت السنن من اللانت ثم مشى إلى الصلاة ما يروح أرزليه المكتوبة يعني الفرض فصلها مع الناس خاصة ما يزول تأكل الغاشي أو مع الجماعة في رواية أخرى أو في المسجد غفر له ذنوبه وكيف يتمثل الخير من القرآن ودين غير مباوى الوايض للخيرين ذاني وفقثنا ربي سبحانه خاصة وقال عن الصحة أتفض لفذا يلس الوضوء جمع ذي قيمة الوضوء ميس يخسر الوضوء أذي روح أدي عود الوضوء ولم يفكر بالصحة يحفظ في لسا مرزقيس يا سعدو ما دائما طاهر ما يتصدق أدي يتصل الوضوء أدي يكر يتوضى ذقاس كامل أس كامل إنسان صلوضو
أو السلاح المؤمن، السلاح المؤمن ضد الشيطان وضد كل المكاره ذا شوث ذا الوضوء.